السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم سهل زين التقن بلا حدود. معنا زي ما انتم شايفين أحد أحدث الأجهزة اللوحية من سوني، وهو الإكسبيريا تابلت زد. طبعا سوني قدمت لنا تابلت بمواصفات جميلة جدا راح نستعرضها لكم الآن. بداية خلونا نبدأ بأبعاد الجهاز. أبعاد الجهاز هي 172 من هنا في 266 وسمك تقريبا 6.9 ملي متر. من الواجهة الأمامية راح نشوف شاشة 10.1 إنش TFT 1920x2200 بكسل. الشاشة طبعا هي عبارة عن Full HD زي ما عودتنا يعني سوني وشاشاتها، شفناها في الإكسبيريا تابلت أو الإكسبيريا زد الهاتف. طبعا الشاشة هي عبارة عن Full HD زي ما قلنا. بالنظر للواجهة الأمامية للجهاز راح نلاحظ وجود الكاميرا الأمامية، وهي عبارة عن 2.2 ميجا بكسل مع إمكانية تصوير Full HD 1080p. مع النظر إلى الجانب الأيسر من الجهاز راح نلاحظ أن في زر التشغيل وهنا فتحة اللي هي منفذ الصوت، فتحها زي ما أنتم شايفين هذا منفذ الصوت، بالإضافة إلى أزرار الصوت هنا موجودة، وهذا طبعا اللي هو لشبك الجهاز في الستاند، وهنا موجود عندنا السماعات. من الجانب السفلي للجهاز راح نلاحظ في هنا فتحة المايكرو USB زي ما انتم شايفين هنا، وايضا هنا سماعة اخرى. ومن الجانب الاخر راح نلاحظ انه موجود اللي هي المايكرو SD ومنفذ الشريحة. من الجانب الايمن ما في اي شيء تقريبا ما عدا السماعة. ومن الجانب العلوي راح نلاحظ هنا منفذ للاي ار بسيط جدا، وايضا منفذ للمايك. من الجانب الخلفي للجهاز راح نلاحظ هنا موجود اللي هي علامه الان اف سي، بالاضافه الى الكاميرا اللي هي عباره عن 8.1 ميجا بكسل مع امكانيه تصوير فيديو HDR، وطبعا اكيد صور HDR، وبالاضافه الى زوم بصري حتى 16 مره. هذه كانت مواصفات الجهاز التقنيه بشكل عام. بالنظر الى مواصفات الجهاز الداخليه، الجهاز طبعا راح يحمل معالج 1.5 جيجا هرتز رباعي النواة، معالج كوالكوم S4 برو، وطبعا ذاكره عشوائيه 2 جيجا بايت. الجهاز طبعا يحمل بطاريه كبيره جدا حوالي 6000 ملي امبير، وانا اشوفها هي تقريبا اكبر بطاريه موجوده على التابلتس حاليا في السوق، مع امكانيه الجلوس في وضع ستاند باي حتى 6 ايام متتاليه. الجهاز طبعا يعمل بنظام الاندرويد 4.1 جيلبين. الحديث عن النظام، خلونا نشوف تعديلات سوني على النظام. طبعا سوني زي ما انتم شايفين هي الواجهه نفسها الموجوده في الاكسبيريا زد اللي هو الهاتف. طبعا هذه واجهه سوني بشكل عام. راح نشوف هنا البرامج الاساسيه حقت سوني، حقت الووكمان، حق الموسيقى والالبوم، الافلام، وسوني سيلكت. سوني سيلكت هو احد البرامج الممتازه اللي راح يعطيك خيارات للتطبيقات اللي تتناسب مع التابلت، وهذه صفحة التطبيقات زي ما انتم شايفين. بنلاحظ وجود هنا زرين أماميات. الزر هذا هو عبارة عن اختصارات سريعة للدخول إلى التطبيقات، منها المذكرات زي ما انتم شايفين، أو النوتس، هي floating notes أو عناصر طافية زي ما يسمونها، بإمكانية تحريكها على الشاشة بشكل عام. والمتصفح ممكن أنك تتصفح عن طريق نافذة صغيرة وتحركها على الشاشة زي ما تبغى. وزي ما انتم شايفين الزر الثاني هو عبارة عن اختصار لتطبيق موجود في نفس التطبيقات اللي هنا، اللي هي المختصرة اساسا. فبالامكان انك تضغط على الآلة الحاسبة تقول انشاء اختصار وتصير هنا موجودة، بحيث انك تضغط عليها بشكل مباشر وتطلع لك على الشاشة وتستخدمها. بالامكان ايضا اضافة اختصارات سواء كانت من الواجهة الرسومية زي ما كاتبين هنا، او من تطبيقات البلاي اللي موجودة في الماركت نفسه. وبالنظر الى تطبيقات سوني راح نشوف هنا Let's Play PSM اللي هو بلاي ستيشن موبايل، تطبيقات او العاب البلاي ستيشن راح تكون موجوده على تابلت، هي طبعا تحتاج عمليه تحميل. بلاي ستيشن ميموريال اون لاين، هذه راح تسوي لك سين بين اللي هو البلاي ستيشن 3 او اي جهاز يدعم البلاي ستيشن ميموريالز والتابلت نفسه. فيديو انليمتد، لكن للاسف خدمه الفيديو انليمتد ما تشتغل عندنا في السعوديه حاليا، نتمنى انها تشتغل قريبا، راح تعطيك امكانيه شراء واستئجار الافلام.
احد الخصائص الممتازه في الجهاز هي خاصيه التحكم عن بعد، هي امكانيه اضافه جهاز تلفزيون. طبعا تختار انت نوع التلفاز، ايش هو التلفاز بالضبط، وشركه التصنيع. في شركات كثيره زي ما انتم شايفين هنا ترتيبها الابجدي، تختار نوعها ثم نعد كل التالي، وراح يعطيك طبعا ارشادات للتحكم بالتلفزيون، طريقه التحكم فيه، كيف تتحكم بالتلفزيون بشكل كامل. وبالذهاب الى الاعدادات راح نشوف شيء ممتاز جدا وضعتها سوني، وهو اعدادات التحكم بالبطاريه او اداره الطاقه زي ما مكتوبين هنا. هنا راح يعطيك طبعا ان الاستيميشن او تقدير لكم راح تجلس البطاريه معك، يوم و18 ساعه زي ما انتم شايفين في حالتنا. وهنا راح نشوف اللي هو ستامينا مود، هذا خاصيه من سوني اضافتها في بطارياتها، سواء شفناها في الاكسبيريا زد اللي هو الجوال، وهنا شفناها في التابلت. تفعلها وتعطيك طبعا انه سيتم تعطيل الواي فاي وما الى ذلك من الاشياء هذه. راح طبعا هي تقلل من استهلاك الجهاز البطاريه، فتعطيك وقت اطول لاستخدام الجهاز. احد الاشياء الجميله هي الويدجتس اللي موجوده في الجهاز زي ما انتم شايفين هنا. هذا ويدجت حق الطقس، وايضا هذه النوتس، راح تستعرض انت النوتس او الملاحظات اللي موجوده عندك كلها هنا راح تكون موجوده، بالاضافه الى تطبيق التحكم او الويدجت المخصص للتحكم بالموسيقى، وايضا التحكم بالصور والفيديوز. اللي اعجبني انا في الجهاز صراحه الشاشه حقته مره ممتازه فل اتش دي، وايضا نحف الجهاز وخفه وزنه. الجهاز طبعا ياتي بحمايه كامله ضد المويه وضد الغبار وضد اشياء كثيره زي ما شفناها في الاكسبيريا زد اللي هو الهاتف. طبعا الجهاز يزن تقريبا حوالي 495 جرام، وانا اشوفه صراحه هو اخف التابلتس اللي موجوده بهذا الحجم موجوده في السوق حاليا. هذا كان كل شيء عن الاكسبيريا تابلت زد، ان شاء الله راح يتوفر في السوق السعودي قريبا بسعر يبدا من 2099 ريال، اللي هي نسخه الواي فاي مع 16 جيجا، وراح تصدر منه نسخه اخرى بدعم ال 4G LTE. كان معكم اخوكم سالم زين، انتقل بلا حدود، مع السلامه.